صباح او مساء الفل على حسب بتشوف الحلقه دي امتى. حلقه جديده معاكم رائف والاسبان، هنتكلم النهارده عن ماتش ريال مدريد وختافي. الماتش اللي خوفنا كلنا وقلقنا كده، بس الحمد لله الفرق باربع نقط وخطوه قريبه ناحيه الدوري. انا غيرت اللوكيشن شويه، قررت اقعد بقى حبه عشان انا مش بحب اتكلم وانا واقف قوي، بحس ان الكلام وانا قاعد اسهل. طيب ماتش ريال مدريد وختافي، ولايه زيدان الثانيه وحتى الاولانيه كمان، زيدان دايما بيؤكد على فكره اللعب البدني او الاعداد البدني للفرقه. حتى بعد كاس عالم فرنسا، خد كاس العالم اللي فات، اول ما زيدان مسك ريال مدريد قرر يجيب المعد البدني بتاع منتخب فرنسا هو اللي اشتغل مع الفرقه، وده ادى ان احنا شايفين حتى بعد العوده من التوقف بتاع الكورونا الفرقه بتقدم اداء قوي واداء بدني ممتاز. الا ان النقطه اللي صعبت ماتش ختافي، طبعا التشكيل كان فيه شويه نقط كده هنتكلم عليها دلوقتي، بس عامه ختافي نفسهم كفرقه بدنيا واقفين على رجلهم، الفرقه قويه، الفرقه قادره تدافع قدام ريال مدريد في بعض اوقات الماتش بخمس لعيبه في خط النص. زيدان كان عارف القصه دي وبدا يعمل اتنين من اللعيبه مختلفين شويه، اسكو وميندي كباك شمال بدل مارسيلو عشان يسيطر اكتر على الملعب، وميندي بدنيا يمكن اقوى شويه فيقدر لو احتاجنا دفاع يكون موجود، يقدر يزيد شويه في النواحي الهجوميه. لكن تفوق او عايز اقول بدنيا ختافي كان ممتاز في الشوط الاولاني، وده ادى النتيجه 0-0. بطء تحركات اسكو برضو ما ساعدتش الفرقه ان هي تتحرك من الدفاع للهجوم بصوره اسرع، واسكو متهيألي كده ايه محتاج يشتغل على قصه السرعه دي لحسن فعلا بيبطئ الاداء بتاع رتم نقل الكوره. زيدان قرر يلعب على الجنبين اكتر، بيحاول يوسع الملعب، بيحاول يفتح الملعب. برضو مازال حتى الشوط الاولاني بيخلص 0-0، ودي طبعا بتدي دفعه قويه جدا لفرقه ختافي، وزي ما بنقول ده كان اصعب ماتش يمكن يواجه ريال مدريد في من ساعه العوده بالست ماتشات الاخرانيين. الشوط الثاني بيبدا برضو ريال مدريد بيراهن على نفس الطريقه، وده برضو يبين لك العقليه اللي بيلعب بيها ريال مدريد والعقليه اللي زيدان بيوصلها للعيبه، ان مهما حصل او تحطينا تحت ضغط الفوز بيتاخر او الجون بيتاخر احنا بنلعب بنفس النسق اللي بنلعب بيه. تغييرات كتيره زي اسينسيو ورودريجو وفالفيردي طبعا عشان السرعه تزيد بتاعه الفرقه، نجحنا في زياده السرعه. مازال ختافي برضو قادر يقف في الملعب بدنيا وبيجاري ريال مدريد، وفي بعض الاحيان بيتفوق على ريال مدريد كمان. كل دوت مقصر نتيجه مازالت 0-0، وبنزيما زي ما احنا شايفين بيتحرك على الجناب كتير، مش مزاجه قوي. انا بتضايق جدا لما بنزيما بيتحرك لانه المفروض هو اللي يكون قدام، لكن ده معناه ان هو مضغوط مش قادر يعمل حاجه في وسط المساحات. فينيسيوس جونيور كان هو الحل الوحيد، لكن برضه للاسف في الماتش ما كانش عنده الحلول الكافيه، برضه هو لسه لعيب صغير ويمكن الخبره بتلعب دور، بس طبعا هو بيتطور الماتش للتاني بيقدر يلعب مع الفرقه احسن، واعتقد ان هو هيكون ليه مستقبل كبير في ريال مدريد. لحد ما بيجي ضربه جزاء من هجمه قليله جدا، يعني هجمات قليله جدا اللي عملناها طول الماتش، لكن في توفيق في ضربه الجزاء خبره من كارباخال، بيدخل راموس. طبعا راموس قصه وحكايه، 100 جون في اخر 21 ضربه جزاء، نسبه النجاح فيهم 100%، 21 هدف من 21 ضربه جزاء، يعني الراجل احسن من مهاجمين كتير في الدوري الاسباني. هو شايل الفرقه دلوقتي، وزي ما بنقول دايما بيكون الخبره ليها دور، فالخبره النهارده كلها موجوده في راموس في نص الملعب. اصابه فاران الحمد لله انا برتاح لما فاران بيتصاب، بس يعني اصابه كانت اعتقد مش هيلحق الماتش الجاي، ماتش بالباو يمكن ما يلعبوش لسه، مش لغايه وقت تسجيل حلقه مش معروف قوي الدنيا هيحصل فيها ايه. وده كان الملخص سريع عن الماتش اللي فات، وطبعا احنا كل هدفنا في النهايه الدوري، طبعا ست ماتشات بدون هزيمه، اخر مره كان موسم 2017 وطبعا الريال خد الدوري، فاتمنى ست مرات بدون هزيمه، يبقى ان شاء الله الدوري الليجا الاسبانيه الجميله تكون في ريال مدريد السنه دي. الناحيه الثانيه طبعا في نقطه كنت عايز اتكلم عليها كمان، حكايه اشرف حكيمي، وانا من الناس اللي كنت عمال اقول ان شاء الله اشرف حكيمي يرجع مكانه، الا انه اشرف حكيمي من يومين بيمضي ب 40 مليون تقريبا يورو للانتر، صفقه الناس شايفاها غريبه، الا ان هي انا بالنسبه لي طبعا كان نفسي يكون اشرف حكيمي موجود مكان كارباخال او بديل لكارباخال، لكن لو نشوف كده اللي حصل تقريبا هتلاقي ان اشرف حكيمي وهو ماشي
قال انا عايز العب اساسي. زيدان غالبا ما عندوش حد بيلعب اساسي مضمون، حتى احنا شفنا مثلا واحد زي يعني اي لعيب حتى زيدان جابه ما لعبش اساسي على طول، مندي ما بيلعبش اساسي مهما كان هو يمكن مفروض جاي عشان يلعب مكان مارسيلو، مهاجمين الصغيرين حتى برضه بيلعبوش مكان بنزيما. فالموضوع مهم لاشرف حكيمي يلعب اساسي، ودي حاجه مش مضمونه في ريال مدريد. خدوا بالكم اشرف حكيمي برضو كان لعيب في ريال مدريد، عارف الكواليس، عارف زيدان بيفكر ازاي. فبرضو كان قرار شويه بالانتر، في عقد، في بند في العقد بتاع اشرف حكيمي انه لو الانتر هيبيعه برقم وليكن 50 مليون 60 مليون، ريال مدريد يقدر يحط نفس الرقم دوت 60 مليون برضو وياخد اللعيب، ليه احقيه في الشراء في البند دوت، محطوط بند كده ذكي شويه في العقد. الانتر طبعا بيكون فرقه قويه وبيستقطب نجوم كبار واداء قوي جدا في الدوري الايطالي. الراجل بيشجع الميلان زي ما انتم شايفين، بس يعني الحق يتقال الانتر قوي جدا. فطبعا اشرف حكيمي هيكون ليه دور كبير بعد موسم قوي او مواسم قويه في دورتموند ومع ريال مدريد. برضه بنفاجئ بتصريح غريب شويه عن ليونيل ميسي. ميسي بيعلق التجديد بتاعه، طبعا اي حد من عشاق برشلونه باكد لكم لا طبعا ميسي في برشلونه، قرار ميسي بره برشلونه ده قرار بيبقى مدروس ومتفق عليه وفي بتبقى كواليس كتيرها، لكن ده قرار بس يمكن ميسي بيحاول يضغط على الاداره في ظل التخبط الرهيب اللي بنشوفه في برشلونه. ميسي لا في برشلونه طبعا ما اعتقدش ان هيكون في اي حاجه في اخر الموسم، لكن التخبط الكبير ضعف يمكن الاداره وطبعا ضعف المدير الفني والجهاز الاداري المعاون. شايفين جريزمان في مستوى تقريبا مش موجود، مش هو جريزمان بتاع اتلتيكو خالص. ويعني برشلونه جمهور برشلونه على قد ما انا فرحان شويه، بس ربنا يكون في عونهم طبعا. فتره هي الاسوأ في اخر يمكن 10 12 سنه، بنشوف اداء صعب جدا للفريق الكتالوني. في اخر حلقتنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. اللايك يا جماعه مهم عشان بتدعموا القناه وبتخلوا الفيديوز تتشاف اكتر. لسه في حلقه عن الفانتزي نازله وعندنا حلقات عن الدوري الانجليزي على طول. تابعونا، اعملوا سبسكرايب ودوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل حاجه جديده. شجع كوره.